شاء الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم اخويا نصرو، هذا المقطع ديال البطوق جواباك الطوابق ديالنا ولاد علي. الله الله ديال التقليد ولاد علي، ولاد علي من دنا. اللهم بارك معيزات الناس ديال سميتها صاحبي راهي راه ولاد مجنون، ولاد بن الصيد. هذيك بقات قدام يا سنابلة، شنو اخر؟ يا ربي يا ربي تثبتنا بقول لا اله الا الله. يا صاحبي الله يا ودي يا صاحبي، طوبك ديالنا صاحبي الله يا ودي ابو حصه. بغيت نقلب الكاميرا ونقول لكم على بعد واحد 3 كيلومتر. عام اخوتي حبيبي نقول لكم اليوم تشرفت واحد السياره، واحد البطل ديالنا اتانا من مدينه العريقه، مدينه الحبيبه التي لا تخطى على كل المغاربه، مدينه الحمراء، مدينه مراكش. الله اكبر. قريت اخوتي في المطالعه كنقرا في المدرسه، قرينا على مراكش، قالك يعني بما انها سميت مراكش يعني كانوا كيدوزوا القوافل، يعني وكيسميوك شي منطقه في مراكش، يقولك يعني اذا مررت بهذاك المكان يعني كوش، يعني دوز وانت كتجري، يعني تما يعني شي مكان فيه اللصوص الى غير ذلك بهذا الكلام. تبارك الله عليكم اخوتي. نعم اخوتي، اليوم تشرفت بالزياره واحد الابطال من الابطال ديال الدراجه الهوائيه، ونسال الله عز وجل يعني يجعلنا اهلا يعني بحق الاستقبال هذا البطل بالسميه ديالو المناسب اسمي حتى هو كذلك اسمه. الله اكبر. اسمه عمر، وما ادراك ما عمر. ابو حفصه كنيه ما عرفهاش حتى نتلقى به ونسولو. دابا لقيتوني خارج عرفو واحد 4 كيلومترات باقي ما لقيتو، خرجت ونصحت بك باش نتلقى هاد البطل هذا ومرحبا به عندنا. تحيه لناس مراكش، تحيه للدراري ديالنا اينما كانوا داخل ارض الوطن او خارجها. تبارك الله عليكم اخوتي. فاصل ونواصل. هذا محبكم وحبيبكم عمر أولا لحفصة بلسان الحبيب عليك ما يبيك الله. عندي الخيط ديال التليفون ما شارجي شي، انا دايرلو الشارج معذبني شوية. مرحبا الحوايج ديال بيك الله كلهم تصبنا وكلهم، ولكن كلشي د الله. يا سلام يا سلام يا سلام. مرحبا مرحبا مرحبا. دور شي فوق دور. الله 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 الله. مرحبا بالبطل ديالنا سي عمر ابو حفصه. عاونا خاي تبارك الله. سيدي عمر مرحبا بك اخي. مرحبا سير اسير لا اسير اسير. شرفتي فينا خويا. الله يشرفتي فينا. الله يكبر بك. سا
السلام عليكم سي عمر. وعليكم السلام. تبارك الله عليك نعم سيدي. سمية و عمر ناصر لقب ابو حفصه طبيعه الحال. ابو حفصه ولا ابو البنات؟ الله اللهم بارك. واش اللي كاين؟ الله يجزيكم بخير حفظك الله وراك. كيف كانت الرحله ومن كانت الانطلاقه؟ كانت رائعه. الله رائعه ماشي غير رائعه رائع الله شي حاجه اخرى اكثر من رائعه. اللهم بارك. تقريبا راه المده ديال هذا بشهر. الله الله وانت خارج من الدار. وانا خارج من عند البنات. الله شهر وانا خارج. كنت درت مراكش مراكش ورزازات. اللهم بارك. كان معايا السي بوحات السي الطاهري الشيخ الدراجه حتى لا ننسى الشيخ محمد الحاج بوحات ولا الشيخ الحاج محمد البوحات. الله الوطن العالمي المعروف. الله على الصعيد الوطني والدولي طبعا. وكانت معاهم رحله شيقه. اللهم بارك. والشيخ الدراجين السي الحاج الطاهري اللي كانت رحله رائعه معاهم. الى سكورة قرعة مكهولة دات ثم الى الرشيدية والرشيدية القلميمة القلميمة ال اللهم بارك. الا بغيت نرتبهم خاص مختطف مختطف. المهم حتى القلميمة درنا سيدي لا القلميمة عاد الرشيدية الرشيدية ميت. كانوا معك الابطال ديالنا السي بوحات السي الطاهري سالينا. المهم درنا حتى للريش عاد تفارقنا حيت السي الحاج مشى عند شي ناس. اللهم بارك. الحاج الطاهري فتحيت انا قلت لهم غادي ندير ندير الشمال. الله 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 مرحبا. تفارقنا انا درت اسيدي ميدلت ازرو ولا ما ازرو هي هذيك. نعم ازرو. اش تبع ازرو؟ ازرو اسيدي افران. ما ادراك ما افران. الله كان اسميت لحدا افران راه بشي الحاجه ام وزار. ام وزار ام وزار تحيه لصاحبي ديال ام وزار عندي صاحبي ام وزار الله يعمرها. واه السيد تما تيبيع التفاح ضيفنا فيه جزاه بخير امين. وثم الى مدينه فاس مدينة العلم والعلماء. الله أكبر. مدينة رائعة واستضفونا الناس لا يعرفوننا. الله الحمد لله. الناس ديال فاس الله يعمر هذا المغاربة خي عمر معروف الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. حنا ما تن بلادنا ما تنعيبوا حتى شي واحد. بلادنا لا بلادنا كتمتاز بهذه الميزة هذه. الكرم كمل. يعني الناس استضفوني ما تعرفونيش. الله أكبر. يعني تلاقينا في واحد المكان أنا تنقلب على فندق قالوا لي مالك قالوا لي بلاتي بلاتي ما كاين لا فندق لا والو. الله يا الله المطار. الله أكبر. الله أكرم السي زكريا أكرمه الله. زكريا سميته زكريا وأمين أكرمهم من الله. من فاس جزاهم الله خير. هذاك الله يكثر من سالهم. مسجد نعم المعروف في فاس وسط فاس. نعم ثم إلى تازا. الله تازا يا تازا اللي مشى ما جا. قلت السي عمر شنو كنيسي؟ الحريرة. هذه وقعت لي واحد القصة قصيرة شوية. نعم. حيت في تازا ما لقيتش فين غادي نجلس. اتصل بواحد السيد صديق ديالي قال لي اش غادي دير اش غادي دير في تازا. نعم. قال لي غادي تخرج من تازا وغادي تبات في واحد ستاسيون. وهذاك الشيء اللي درت. جيت اتصل بواحد ستاسيون ضرني الجوعان. الله اكبر. وهذا هذا المستاسيون هذا الله يهديه. امين. الله يهديه. امين. ما باقيش يعاود. امين ان شاء الله. تصور انا شربت الحريره ب 20 درهم. الله 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 الله. استفدت الحريره وجوج تشباكيات. الله اكبر. وخبيزه. مسكين. قلت ليه زيد لي زلافه انا ما عرفتش انا الثمن. بغى يصطاب فهمتي بغى يصطاب الفرصه. بغى لي الفرصه. بغى يصطاب الفرصه فيك ماشي مشكل كمل اخي عمر. زيد لي الزلافه الاخرى زاد لي الزلافه. فاش عطيتو 20 درهم قال لي الله يخليك. والزلافه ب 20 درهم وجوج سلايف. لا دابا زلافه وحده فيها جوج شباكيات. واه واه انا شربت الزلافه. هي زلافه وما زادنيش شباكيه وخا. واه خصك هاد الحريره. غير الحريره بوحدها يعني جوج سلايف وجوج نعم. شباكيات وخبيزه. نعم ب 20 درهم كاينه في المغرب ما كايناش. حنا عندنا 5 دراهم الزلافه ديال الحريره. ما كايناش 5 عندنا 4 دراهم. جمع لفنا 7 دراهم. عندنا في مرات جمع لفنا ما كايناش.
نعم مراكش اللي معروفه اللي معروفه يعني في الصعيد العالمي الوطني. السلام عليكم. المهم تازا سيدي درنا تازا اش تابع تازا تازا هي تازا ولا مشى ما جا كمل تازا وجده نعم لا وسق بوحات وسبحان الله العظيم وهاد كيتكلم احنا في واحد الفيديو واش غنقول لك سيدي عمر ابو حفصه ما خلى ما قال عليك والله العظيم الله يجازيك بخير سي ربي كنشكروك على هاد المكالمة سبحان الله شوف 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 تكلم تكلم. السلام عليكم ورحمة الله بخير عليكم. وعليكم السلام الله يحفظك يا سيدي الحاج الله يحفظك. الله يسلمك يا قلب الله يسلمك حفظك الله ورعاك. نوصلوا للدار نكملوا معك ان شاء الله نوصلوا للدار انا في الاستقبال ديالو نوصلوا للدار مرحبا حنا في الطريق دابا نعم الله يجازيك بخير الله يجازيك بخير ان شاء الله السي بوحاس كنشكرك اسيدي الحاج شكرا بزاف والله العظيم نحبك في الله جزاك الله خير شكرا على التواضع ديالك والاتصال ديالك معنا الله يجازيك بخير شكرا اسيدي الحاج بارك الله فيك الله يسمح لنا مكان كمل كمل السي عمر كازا كرسيف تحيه سيدي احمد وناس كرسيف كمل الله 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 سي احمد تلاقى معاك الزاوي الزاوي الله اكبر رجل كريم اخي والله تبارك الله السي الزاوي كنتمنى النهار اللي نشوفه ان شاء الله الله اكبر رجل كريم الله 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 بنعم الكلمه جزاه الله عنا خير. ما يمكنش يا صاحبي تمشي لكرسيف وما يستقبلكش السي الزاوي، جزاك الله خير السي الزاوي. كمل كمل. دابا انا كرسيف صحابني هي الحاجب. الله. حيت هو قال لي من 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 مدينة الرشيدية وهو تيقول لي دوز عندنا دوز عندنا دوز عندنا. مسكين جزاه الله خير. يا على ناس كيديري. انت ما عرفتش بان انا درت 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 كرسيف بلاصه الحاجب نعم صافي مشيت ما قلت ليش انا راه جاي لكرسيف تا وصلت وانا ندير اللايف في الباب درت اللايف في الباب ديال كرسيف ديال كرسيف الله ما يتعس فين كاين كرسيف الله ما يتعس معاك انا راه كاين كرسيف الله قال لي اجي اجي ها فين جا فين جا فين الله اكبر الله خيرا و امين امين شكرا سي الزاوي كتشرفنا كتشرفنا سي الزاوي هذه هي ديال سي الزاوي عطاك الكاسك الله اكبر اللهم بارك كسيتي لا سي عمر شكرا اخي الزاوي كمل الله سي الزاوي كمل وندعو معاه الله يجازيه بخير جزاه الله خير شكرا شكرا ونسال الله العظيم شكرا ان يرزقه وذريته صالحه امين امين يا رب يا رب يا رب والدعاء ابشر ابشر سي الزاوي دعاء المسافر مستجاب كمل كمل سي عمر التقيت مع الاصدقاء ديال محمد صبا او فؤاد صبا اتصل باخيه في وجده اتصل خوه في وجده قال لي راه واحد السيد راه بايجي الله ودرت كرسي في وجده 165 كيلومتر تبارك الحمد لله تيسرات في نهارها الحمد لله هذا بفضل الله سبحانه وتعالى نعم الدراج ديالنا معروف في كرسي نعم هو بطل ديال بطل الدراجه اللهم بارك الله يبارك لينا فيه ولكن انا نتمنى انه يرجع للدراجه لانه هو بطل ان شاء الله ديال المنطقه شي يقول لها الشرق ولا نعم كان بطل رائع الله يبارك فيه كمل كانت رائعه جدا الله كان استقبال رائع اللهم بارك الله امين الله الله سعيد اللي لقينا بعض الناس الله يهديهم امين تعامل غير صائب تعامل ديال المول ستاسيون اللي ما تعاملش مع الناس ما تعاملش مع الناس البرانيين ومع المسافر ومع الانسان ماشي
المسلم مع الانسان. الله اكبر. دابا حنا كمسلمين خاصنا نتعاملوا مع الناس ابار المسلم. ابار الاسلام كانسان، ما تعاملنيش كانسان لانه مشيت حيت في الطرف السعوديه فنادق كلها يعني غاليه هكا. نعم. وانا حيت الى حيت دابا بحال هذا المسافر هكا الا بغى يطلع ل... يعني كل مدينة ينعس مطير غادي تطيح ليه بصح بزاف. نعم صح. الحمد لله راه كلشي كاين. الحمد لله. جيت اسيدي لحدا ستاسيون. نعم. وهذه الرسالة هذه إن شاء الله خاصها توصل لهذاك المستاسيون. إن شاء الله. وغادي نتسنى لأنه عطيت الرئيس ديال الصفحة ديالي اللي هي المدة على الدراجات عطيتها ليه قلت ليه دخل مرحبا بك باش تعرف عليا. نعم. السيد خدام معاهم تما. دخلت اسيدي و تشاورت مع عاملين في الشركة قلت لهم الله يجزيكم بخير بغيت نبات هنا. قالوا لي واخا شوف شي بلاصة اللي عجبتك غاتشير على برا ماشي داخل على برا في الخلا. قال لي يا سيدي صافي حتى نخرج الباكاج ديالي نخرج من كاد المسائل مزيان شي شوية هو واجه واحد ماشي السلام عليكم خويا تسامة كيداير بخير لاباس لاباس شي حاجة بلا ما يقول نفسك شي حاجه اسيدي ما حنا الا قال لنا السلام عليكم فيها كفايه بركه خويا اش دير هنا حيد بالك من هنا الله حيد بالك جمع عليا قشاش الله يعاون كانه مونديغو جيش انا في المغرب وسبحان الله انا ما عليا الا نجمع الباكاج ديالي جبدو الله اكبر وستي هلس و كذلك بعد نسجد راه عندي السميه ديالتو ان شاء الله لانه ماشي العاملين في المساجد هو اللي ما خلانيش نبات تما هذا غير واحد مول الحانوت في وسط المسجد لانه واحد خدام في المصالح ديال المسجد قال لي غير بات ماشي في المسجد انا تنعرف القانون ديال المسجد على برا ديال المسجد. نعم. هو يجري عليا قال لي حيد من هنا مسكين مول الحانوت مول الحانوت تبارك الله مول الحانوت والله العظيم صافي انا ما نعس زيد هز نعم ولا يعني كاين واحد الكرياج داير في الجامع ماشي نعم. في الجامع نعم لانه الاوقات كتمنع الصراحه دابا ما بقاش بحال الزمان الله دابا القضيه شي شويه خاص بنادم لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جميع المساجد فيها كل شيء. الله أكبر. فيها الأكل والشرب والمبيت. والمبيت وكل شيء. بنية الاعتكاف. كل شيء كل شيء كل شيء. كل شيء كاين. نعم. أنا ما نطلبش أنا نعس أنا بالجامع، حيت عندي الباكاج ديالي الحمد لله. نعم. عندك لي طون ديالك عندك الماء نعم. كاين. الحمد لله. حتى الماكلة ما طلبتهم. الحمد لله. أنا غير خايف على العروسة ديالي. الأميرة. الأميرة ديالي خايف عليها. الله يبارك. قلت زعما إلا كانت في الكرياج ما غاديش. نعم. أو يجي هذاك لا. خليش ها هذا هنا راه مسكين لا غبلاتي غبلاتي ها بشوي واش من الكرياج اللي هنا ديالك انا غنحس حدا الكرياج خرجت مزيان خرجت من برا ديال الكرياج وانا ندير لايف مع الاصدقاء ديالي الله يجازيهم بخير امين ها واحد السيد قال لي ارى لي النمره ديالك غتعرفو في اللايف اي في اللايف قال لي صيفط لي النمره شنو من المدينه دابا هادي سيدي الحس هادي فتا السعيدية السعيدية الله يا صاحبي كنسمعوا السعيدية صاحبي صاحبي وراه النوار هاد المغربة صاحبي نعم فاش ندخل المدينة نعم لا هذا هو الواقع هذا هو الواقع مع الأصدقاء ديالي نعم واش تعرفوا شي واحد من اللي ضيفنا راه نعم حنا راه ضعفاء نعم شي واحد ما يضيف تقول لي لا الحشومة صافي سيدي استاجر وحدة باقي مع الدراري ديال اللايف سيدي الحسين مدينة أسفي الله يا ودي الله يجزيك سيدي الحسين مدينة ألف أسفي الرجاوي أش الرجاوي المغتري هي السمية اللي داير في اسمي قال لي هنا السيد غيجيك حتى تما الله أكبر وجاني مع جوج الله أكبر السيد كان مسافر نعم هو سيدي I'm
جوج كيلو كنضرب فيها 5 ايام. لعله خير. واه كاين طلاعي وبرد. الله الحمد لله تلاقينا. وكيقولوا سيدنا راك الحلاوه ديالها في الصعوبه ديالها اخي عمر. واه كاين البرد ديال ماشي يطيرك والله يطيرك بالله. والحمد لله وصلت الناظور مع العشاء وكيما العاده اللايف مع الاصدقاء. من منكم يعرفوا الا اتصلوا على الصديق ديالي في مدينه نصر سيدي هشام الله يحفظه. امين. جزاه الله خيرا. امين. اتصل بصديقه الى في الناظور وتم الاستقبال الحمد لله من سعيد هو من ازرو. جزاه الله خيرا. جزاه الله خيرا. وثم في المساء جا واحد السيد من الناس ديال الناظور المحبين ديال الدراجه ومن الناس ديال الدراجه حتى هو مسكين جاب البركه ديالو قال لك هذا الشيء جزاه الله خير. جزاه الله خير. امين. الجبهه مشينا 2000 طالعه على صعيد على سطح البحر 2260 متر. اللهم بارك. هاد بين الجبهه وقسيمه. نعم. فيها خمسه ديال التيشكات. الله والجبل تبارك الله. اللهم بارك. ونس فيها ثلاث ايام ما بين تطوان والحسيمه. الله الله الله. بت في ضربت النص الربع بت في واحد البلاصه واحد الجامع ماشي في ما بتش عاود ثاني الجامع. الجبهة ديال الجبهة. تحية السي المختار ديال الجبهة. نعم. كانت يعني هذاك النهار اللي دوزت تما كان رائع بزاف واخا المرتفعات واخا كل شيء ولكن مدينة رائعة. نعم. الجبهة تطوان. ما عمر هذا استفنا سيدي هشام مدينة أزرو الله يخلف عليه. امين. بارك الله فيه. جزاه الله خير. والله يبارك ليه في المال ديالو وفي أهلو. امين. والحمد لله درت بارتي لطنجة
المدينه الرائعه و... ومشينا ل... مشيت ل... مشيت طبيب نطفل السبته صح يا دوك الفلوس اللي كان عندي في التليفون جاو ليا بغيت نخدم زعما الله يفهم تما واقيلا ما عرفتش داكشي مشى كلشي يطلع لي الرزق ديالهم كاع تخرب لي هذاك الشيء الحمد لله طلع يض مشيت طلع يا خويا عمر شفت هو الكساك الصغير هو الكساك الصغير مليون شفت طلع ديال الكساك لا ويلي واش طلعت اش من وقفتيش المشوي ولا ما وقفتيش هذاك طلعي لا وقفت انا كنت خاصني الاصدقاء نوريهم المنطقه الحلاوه ديال مزيان مزيان ديال الدراجه و... مزيان الحمد لله مزيان المهم طنجه سيدي عن سيدي عمر نعم الله يجزيه بالخير مرحبا مرحبا استقبالك الحار والرائع الله يجزيك بخير هذا شرف لي انني تلقى مع سيدي عمر الله يحفظك الله يجزيه بخير دابا قلنا شنو استفدتي في هذيك الحلقه هذه وشنو كانت النيه ديالك شنو النوايا ديالك في هذه الخرجه باختصار هو النيه هو اولا النيه يعني عندي واحد النيه اصلا انا كنحس بان المغرب ديالنا فيه الامن والامان الله المغرب ديالنا زوين الله الصغير الانسان شي ناس الله يهديهم الله يهديهم كاينين كاين بعض الناس نعم فين ما مشيتي فين ما مشيتي كاين هادشي هذا نعم وتعلمت الصبر من في جميع المناطق اللي ممكن انك ما تاكل ممكن انك تشرب ممكن ان الانسان يمنعك من الماكله ولكن صبر يعني بزاف ديال الاصدقاء تعرفت عليهم حاليا نعم الحمد لله هذا شرف لي يعني تعرفت على الاصدقاء الجداد ولا يعني بعد المدن بلاتي بعد المدن انا ما جيت نسمعهم بديت نسمعهم في التلفازه الحمد لله انني مشيت اليوم نعم مشيت لهاد المدن هادو ماشي في الطوبيس ولا في الكار ولا مشيت للدراجه ديالتي الدراجه الجبليه عروسه ديالتي الحمد لله على كل حال وباش كتنصحنا اخي عمر وانصحكم بتقوى الله الله التقوى هي اصل الامر كله يعني هو كما تيقولوا لان التقوى هي هو هو المنبع ديال 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 الحياه الا كنتي تتقي الله في اللسان ديالك وتعرف اش انت تقول واش انت تكتب واش انت تقول على الناس و يعني لانه كاين بعض الناس اللي كاين تيقول لك راه حتى قلت لك واحد الشعر على واحد قال لي في اللايف وما الفائده من هذا قلت له الفائده من الفائده وانك لم تستهدف عمر فوتنا هاد الدار اصاحبي بشي جوج كيلومتر واش غادي تقول؟ فوتنا هاد الدار تتكمل تتكمل كلام مرحبا مرحبا صباح عمر اخي كريم الله يجزيك بخير عندك اش بحالنا؟ الاخير كريم هو اللي سالني تبعني تبعني اخي عمر التقوى هي الاساس الانسان يديها في دينه ويديها في يعني يديها في كما تيقولوا يديها في راسو الله يشوفوا بينه وبين الله اشنو باش تيدير ما يتبعش بنادم اشنو تيدير وهذا هو الاساس انا تيبان لي هذا هو الاساس هو الانسان السلام عليكم ورحمه الله عليك جزاك الله خير بينه وبين الله لانه الا صلحتي بينك وبين اللي خلقك نعم كلشي غادي يتقاد نعم الحمد لله راك عرفت دابا كلشي تيسر لنا الحمد لله بخرجه الحمد لله خصوصا فاش كنا مع الحاج محمد البوحات الله طايري الله ممتعه معهم باري استضافات من يعني الرئيس ديال الجامعات ومن قياد ومن كانت الرحله رائعه معهم نعم اللهم بارك الحمد لله جزاك الله خير حفظ الله سبحانه وتعالى وتنشكرك اخويا عمر مرحبا مرحبا استقبال مرحبا مرحبا والمشاهدين تنقول لهم سمح لينا على الاطاله مرحبا وبارك الله فيك شكرا شكرا يلا سلام انا باقي راه ما ساليش باقي كاينه كاينه الطوال ان شاء الله مرحبا بك اخي عمر دابا كما كانت هذا الشيء اللي شاغل الناس كورونا هو الانسان هذاك هو اكفس مرض صح المرض هو
انه يتخاصم مع والديه ولا يتخاصم مع جارو. هذا راه مرض خطير الا ما تعدي راه يربي السلامه. صح، لان النبي صلى الله عليه وسلم راه وصانا على الجار وصانا على الصلاه وصانا على شحال من حاجه. الله يثبتنا. امين امين. اوف الله يرجعني لوليداتي حتى انا راه خليت وليداتي ان شاء الله. الله يعطيك سليما غانما. مرحبا بك اخي عمر. خوتي الحباب تبارك الله عليكم، سمحوا لنا هذا اللايف هذا كان شويه طويل، هذا الفيديو نستودعكم الله. مرحبا وسهلا بناس مراكش، مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. ولا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات ليصلك الجديد. دمتم احرار والسلام عليكم ورحمه الله.